متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. بداية عيد مبارك سعيد. في هذه الحلقة هذه نستضيف أيوب عياسي، كاتب ومخرج مسرحي، من أجل مناقشة العمل الفني الأخير ديالو وهو ملحمة أرض الله، وأيضا من أجل مناقشة الشأن الثقافي على مستوى مدينة الدار البيضاء. واش كاين شي سياسة ثقافية؟ واش كاين شي استراتيجية ثقافية على مستوى مدينة الدار البيضاء؟ سي أيوب عياسي مرحبا بك. مرحبا بك سي مستر، شكرا. سي أيوب، يعني العمل الفني الأخير تيتعلق بإنجاز واحد الملحمة، هي ملحمة أرض الله. يعني كيف جات الفكرة تاع الملحمة هذه؟ أولا تنشكرك على الاستضافة في كازا سيتي، وأنا تتعرف أن عندي علاقة جد خاصة مع مجموعة أنفاس كمنبر إعلامي، ومعك أنت واكبتي مصاري مسرحيا وسينمائيا وجمعويا منذ وقت. ملحمة أرض الله جاءت من ضرورة ملحة أن نطلع الأجيال الحالية والأجيال القادمة والجمهور الواسع على تاريخ المغرب. ملحمة أرض الله هي الاسم جاء من أمور نواكوش، هو الاسم العريق للمغرب بالأمازيغية، كأرض للقاء، كأرض للبركة، كواحد الملتقى الجغرافي، ولكن في كذلك لقاء للمعتقدات مختلفة حول توحيد الله وحول دولة تنبني على التسامح. وإذن كان من الضروري في هذا الوقت هذا اللي نعتقد فيه أنه حضور المعلومة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الانترنت جعل الناس أكثر اطلاعا سواء على تاريخهم وهويتهم إلى آخره، ولكن في الواقع كاين واحد الجزء لهذا التاريخ، كاين واحد المغالطات، كاين محاولات للسطو هذا التاريخ، كاين واحد التربص منطلق من حسد المملكة المغربية الشريفة باعتبار الاستمرار الملكية فيها لعقود. اعتقد انه من دورنا كفنانين في اطار الدبلوماسية الموازية وفي اطار الغيرة على الوطن اللي احنا كمواطنين اساسا اننا نساهموا عن طريق العمل الفني في عمل يقدم في ذات الآن الإمتاع والإفادة حول تاريخ المغرب من موريتانيا الطنجية إلى حكم صاحب الملك محمد السادس. الحقبة التي تتحدث على هذه الملحمة شنو الحقبة التاريخية؟ هي نفس اللي قلت لك، من موريتانيا توالي تتعكس لنا شخصيات ومحطات تاريخية من موريتانيا الطنجية، يعني في الوقت اللي كان الحكم الروماني عند الأمازيغ في المغرب، وكانت موريتانيا الكبيرة بجزئها ديال موريتانيا الطنجية، وحيث كانت وليلي مركزا للحكم. هذه الفترة احنا في الملاحم وفي مجموعة من المسرحيات التاريخية وأعمال تاريخية نؤرخ من الدول المتعاقبة على المغرب من إدريس الأكبر، من الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية إلى الحكم الحالي لصاحب الجلالة. ولكن هذه الفترة ديال موريتانيا الطنجية ربما تتعرض لأكثر المغالطات، وربما هي الفترة اللي أعتقد أنا شخصيا أنها تتبين لنا هذا الفضاء المغربي كالحلم الحالي اللي كاين ديال المغرب الكبير، كواحد المشترك عندنا في التاريخ، كالمغرب كجزء لا يتجزأ من إفريقيا أو ربما أحد مراكزها اللي بنقول مركزها الكبير. هذا الشيء تتبدلنا ثم عبقرية القيادة والحكم عند المغاربة، لأن بطليموس الملك الأمازيغي كان يتعرض لواحد الحسد من كاليجولا الروماني اللي هو في نفس الآن ابن خالته، لأنه هو حفيد كليوباترا سيريني، ويحكى لدى المؤرخين أنه يمكن حكم في وقت ما في روما ما كان كاليجولا حينما تعرض للعته، أو يحكى كذلك أن كاليجولا حسدا له على واحد الزي أرجواني منحه له مجلس الشيوخ الروماني قام بقتله. يعني أحيانا العبقرية المغربية، الإنسان المغربي بصفة عامة، الحضارات الغربية تراه بنوع من الدنيا أحيانا، ولكن نرى في مراحل متعددة سواء عند بطليموس أو عند طارق بن زياد أو عند يوسف بن تاشفين أو عند المنصور الدبي وما أدراك بالمنصور الدبي، كيف
هاد العبقرية الحكم المغربي تجعله امتداد الإمبراطورية المغربية يعني كان ممكن أن نسميها كذلك لتصل إلى 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 شكل مبهر كي تلقاه الآخرون. ثم هناك نساء في 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 تاريخ المغرب، هناك الكاهنة، هناك فاطمة الفهرية، هناك توريا الشاوي، هناك زينب النفزاوية. يعني الملحمة تحاول عبر شخصيات ومحطات من تاريخ المغرب أن تتحدث على هذه العبقرية. ثم هناك التاريخ سمح لي، ولكن هناك الجغرافيا كذلك في البنية الحكائية المسرحية والبنية الدراماتورجية، حيث أنه بالتوازي هناك حكاية حب ما بين الوداية وبورغريك، وهذه الحكاية كانت كصورة شعرية كتبها زجلا زجل مراد القاضري في حوارها ومنطوقها داخل المسرحية، لأن الملحمة هي قمت بالكتابة الدراماتورجية بالسيناريو والتصميم والإخراج، ولكن كتبناها في ورشة ديال الكتابة. شحال واحد شارك معك في الكتابة؟ مراد القاضري، ملكة فنان الرواية والأستاذة، الأستاذ ملحم العياسي، الكاتب والجمعاوي هشام جرين. يعني كتبنا مجموعين وكل شحال واحد. شحال بالنسبة للممثلين شحال واحد مشارك في هذه الملحمة؟ هناك 70 فنان من مشخصين، موسيقيين، راقصين، عازفين، يعني عاد ناهيك عن التقنين والى مختلف. والعروض شحال من عرض دابا قدمتو؟ الان قمنا بعرضين. العرض المؤخر كان في ابريل، وتم فيه تصوير المسرحيه. المسرحيه ملحمه ارض الله هي انتجتها جمعيه كفاءات مغربيه بدعم من وزاره الشباب والثقافه والتواصل، وبشراكه مع الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه ومسرح محمد الخامس. هو المغرب يعني في سنوات الثمانينات عرفت الموجه تاع الملاحم لعقتي، يعني واحد الوقت كانت مجموعه من الملاحم تتبع التلفزه المغربيه، ولكن وقع واحد يعني القاعده يعني تم الكسر ديالها. على واش شنو السبب يعني الملاحم يعني اي دوله في هذه الملاحم مسرحيات بهذا الحجم الكبير، علاش في المغرب تنشوفوا قله في هذا المنتوج؟ انا تنعتقد ان السياقات مختلفه. كانوا في وقت ما الملاحم ديال الثمانينات اساسا كانت يمكن كانت في وقت واحد السنه يمكن 86 اعتقد، قبل منا كانوا ملاحم حتى في الستينات مولاي ادريس وما الى ذلك، معركه الزلاقه وكذا. ولكن في الثمانينات كان عدد كبير من الملاحم، وفي سنه 86 اعتقد كانت سنه الثقافه. يجب أن نقول أنه في الستينات والسبعينات والثمانينات، رغم أنه كانت حركية ثقافية كبيرة، يمكن أن نعتقد أحيانا أنها تتجاوز الحركية الثقافية الحالية في بعض تمثلاتها، ولكن كانت فرص الاشتغال لدى الفنانين قليلة. إذا الملاحم كان عندها مستويين، كان جانب الفخر بالإنجازات الوطنية و تخليد الأمجاد للمملكة، ولكن بالموازاة كانت فرصة سنوية مرتين أو ثلاثة في السنة وأحيانا مرة في السنة لاشتغال عدد كبير من الفنانين. السياقات اختلفت، الآن هناك مسلسلات، هناك يعني كاين منتوج، فرص العمل. ثم حتى حينما تمت محاولة الاشتغال على شعر الحماسة والفخر هو جنس شعري معروف، تمت محاولة الاشتغال عليه على مستويات بصرية أخرى كالكليب والغناء وكذا وكذا وكذا. ونحن نعتقد أنه لم تعد من لغة العصر أننا نشتغل على عمل فيه ما يزيد عن ساعتين، ولكن على العكس، وبعد الناس تجربتي الشخصية لقى العمل نجاحا كبيرا. يعني كاين الناس باقي مبهرا مشتاقين لهذا النوع. شخصيا انه في العرضين ديال المسرحيه كان العرض ما قبل الاول في في في, في الذكرى 47 المسيره الخضراء، كان يوم احد، وكان كانت مقابله ديال كره القدم، وكانت قاعه المركب الثقافي محمد زفزاف غاص عن اخرها بالجمهور. العرض الثاني كذلك لقى الحضور الجماهيري،
وهو موجه اساسا تم تصويره للتلفزيون وبشكل جعلوا منه فدات الان من غير فرجه مسرحيه ولكن كذلك منتوج سمعي بصري سوف يمكن عدد كبير من الجمهور ان يشاهد الملحمة. اعتقد انه يجب اعاده تربيه الجمهور على انه كما كاين المسرح المينيمالي وكاين العروض الموجهه للمسرح الجيد كاين هناك اعمال كبيره يجب ثم الفنان خصو يشتغل على انه يكون الابهار وما يكونش الملل وخاص العياسي اول عرضته في الدار البيضاء مؤخرا نشوفوا كاين واحد الحركه ثقافيه مستوى يعني توقيع كتب مسرحيات كذا واش انت راضي على الشان الثقافي على مستوى مدينه الدار البيضاء بعدا نسولني واش راضي على الدار البيضاء بعدا هي عاد شوف هذا جزء من كل عند انا كنت عندي واحد القصيده في الديوان الشعري الاول ديال المعادلات وانا لا احفظ شعري ولكن نقطها سوداء فيها نقط سوداء وان كان بياضها قابعا في المخيله الدار البيضاء ظلت في المتخيل الجماعي بهذاك البياض اللي يمكن نشاهدوه في تطوان كبناء كولونيالي كذا ارديكو ولكن في الدار البيضاء حتى ذاك البياض مبقاش الرمادي ما بقاش الرمادي فات الوان اخرى تنتمي لا باليت دي كولور وعلى مستوى البنيه التحتيه هناك تطور بنفس والتطور يعكس التطور ديال البنيه التحتيه في البلاد كامله ويمكن يكون ايجابي ولكن على مستوى بناء الانسان حتى على مستوى المدنيه وبناء المدينه في هذاك المفهوم الفلسفي وكذا ثم التصميم الحضاري للمدينه ثم حضور الاستتيقة في المدينه في البصريين الجمال ما كاينش هناك دعايه بارتو دعايه ديال التلفزيون اش دي حدا كروسه حدا عفواتور كرام واحد الكروسه الكرويله يعني مدينه التناقضات بامتياز الثقافه تاتي في المدينه كيف ما تاتي الثقافه كشان في وسط الشان العام بصفه عامه ك تيقولوا بالفرنسي لو بارون بوفر هو ذاك الابن اللي عنده الجزء الفقير من الاهتمام وهذا غير صحي الا بغينا ندويو على الثقافه لان السؤال كان في الثقافه الدار البيضاء انطلقت مع خاصه في المبادره اللي كان جلاله المغفور له حسن الثاني أطلقها في رسالة المناظرة الوطنية للمسرح التي أسست اليوم الوطني للمسرح اللي هو 14 ماي وكان صاحب جلالة في رسالته السامية لهذه المناظرة الأولى ديال المسرح الاحترافي يتحدث عن تخصيص 1% من ميزانية الجماعات المحلية للمسرح موراها بدأ بناء مركبات ثقافية وصلت في نهاية التسعينيات خلال التسعينيات إلى 14 مركب ثقافي هذه المركبة الثقافية عززت من مركبات ثقافية أخرى سواء تم بناء من طرف الجماعات المحلية داخل المقاطعات أو تم بناءها في دينامية التنمية البشرية أو تم بناءها ك دور ديال الثقافه ديال قطاع ولكن التقافة. الدور الثقافي اللي تبنات واش كاين تتعكس هذيك الحياه الثقافيه على دابا انا جايك هذه الجمله مثلا كملات واخا فيها شي شويه ديال فضفاضه تبان لك ولكن الفكره هي انه ها هما هذا العدد كبير خص يكون عنده حياه ولا يكون كانت سياسه المدينه كاينه مقاده في البناء الجديد كاين حمام كاين فرن كاين مخبزة كاين قاعة السينما قاعة المسرح وكاين تنشيط ولو تنشيط دا كاع ديال سكان الحي في إطار السانديك ديالهم لا ديك لا هاد القاعة ما يحدث هو أنه كاين بناء إسمنتي كبير وما كاينش تنشيط فيما يخص المركبة الثقافية أحيانا تكون الرغبة حاضرة ويكون بداية الاشتغال حاضر لكن ليس هناك المواكبة والاستمرارية ليس هناك التعاقد والمنادات على متخصصين في البرمجة المتخصصين في البرمجة هما ماشي ناس قارين شي علم خارق أو ناس ديال التسويق كاين اللي كان مثلا تيكون تيسوق الياورت وتسندوا له الثقافة
تيبان له القش ديال الاختصاص تيبان له القش ديال الطريقه والثقافه ماشي غير التسويق بمفهوم الماركتينغ. الناس ديال الاختصاص مثلا فناني يكونوا ملمين بالاداره ولكن هم في جميع الحالات فنان يمارس البرمجه الفنيه وهو ملم بالبرمجه الفنيه. يجب اعتقد العوده للمسرح البلدي مثلا في الدار البلدي ندور الدار البيضاء وسيدي دار بعد ما كان سيدي المدير ديال الفرنسي وسيدي الطيب الصديقي هو في عمره 24 سنه. لا يمكن ان نقول الان ان في هذيك الوقيته اللي يمكن كان 100 باشولي في المغرب لا يمكن ان 100 واحد حاصل على شهاده البكالوريا. ما يمكنش نقولوا الان انه بعدد الناس اللي عندهم لي ماستر وعدد الناس اللي دكاتره يعني ما عندناش الناس اللي كفاءات غير الشهادات غير كاوراق لكفاءات حقيقيه تكون الاكاديمي والممارسه. لا يمكن ان نقول اننا نفتقر الناس والمؤسسات لانه يمكن يكون شراكه ما بين المقاطعات والجامعات المحليه او شراكه ما بين القطاع الوسيط الثقافه وجمعيات او مؤسسات خاصه عبر فنانين طبعا اللي تقوم بالبرمجه. لا يعقل ان يسند لاداري مع احترامي الموظف اللي كاينين موظفين يعني خاص واحد يكون هم الثقافه في منطلقهم عندهم هم وتخدموا هذه البلاد في مختلف القطاعات وكذا خاصه الثقافه كاين الناس وكاين احيانا الناس اللي موظفين وفيهم فنانين سواء في الروح ولا نيت فنانين بالممارسه وكذا ولكن اللي بعقليه البيروقراطيه هذا هو الكلمه يسير الشأن الثقافي ما يمكنش. اما الديناميكيه الاخيره التي تحدثت عنها اللي كاينه في الدار البيضاء هي استمرار او عوده المقاومه الثقافيه. يعني الناس يقاوموا لان ما كاينش هذه البرمجه تيخلقوها في اطار جمعيات واخا سي عياسي دابا الان الدار البيضاء ومجلس مدينه الدار البيضاء مركب على اعداد واحد البرنامج العمل ديالو. يعني بالنسبه لك انت مثلا بالشان الثقافي بالشان المسرحي في المدينه اشنا هي اللي بغيتي تقول النصائح اللي يمكن تقدم لهاد الناس هادو باش يرجع للشان الثقافي في هاد المدينه اللي كانت معروفه يعني بالشان الثقافي ديالها؟ انا قال لك النصائح لا تعجب الا ولا لا تروق الا لمن يبديها اللي تسمعوها الفرنسي ياك. انا ماشي النصيحه انا غير غادي ندير اثارة انتباه وتسليط الضوء واحد المساله هي ان كاين واحد الحاجه سميتها واحد المبدا دستوري الان منذ الدستور ديال 2011 هو الديمقراطيه التشاركيه. يجب ادماج الطاقات والقوى والجمعيات والمجتمع المدني الحي اللي هو كبير الذي يعنى بالثقافه وبالفن وبالشان الثقافي في عمومه لان حقوق الانسان ثقافه كذلك والتنميه المستديمه كاساس ديال انه تخلي السياسات العموميه أشياء اللي يتم تداولها وتوالو تعجيل بعد جيل وتتعاقب هي ثقافة. ولكن الشأن الثقافي لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا بإشراك الناس دياله. لا يمكن أن نعد السياسات غير بالأهواء. أحيانا تكون واحد الولاية تنتهي تيجيو الناس أحيانا من نفس التيار السياسي ولا يستمرون في نفس التوجهات. ما تقولش لي انه احزابهم غيرت توجهاتها في مده 4 سنين احيانا غير عام من بعد ولا كذا الدار البيضاء اولا عندها من اهم الامكانيات ديال الجامعات المحليه على المستوى الافريقي اعتقد وترصد الميزانيات وكاين اللي سميت الاشياء بمسمياتها. انا شخصيا نتمنى هذه القضيه تدوز ماشي انا تنثق فيكم على مستوى مونتاجو كاين دوز بما يليق به عند فدين المتلقي. كاينه شركه ديال التنميه المحليه في الدار البيضاء وهذه مساله محموده. شركه ديال التنميه المحليه يعرفوا تعنى بالتنشيط الثقافي حتى التنشيط الرياضي شيء عنده بابوره كذا العدد الهائل الجماهير يلح على انه كاين عمل في هذا الباب. راه كاينين جماهير كذلك متعدده ولا كم تهتم بالشأن الثقافي. بغيت نعرف انا من غير الموسيقى فوق السحاب هذاك اليوم العالمي الموسيقى الاحتفال بالموسيقى ديال جوان لا فيت دو لا ميوزيك واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي غران كونسير. ما هو مجال وحدود الاشتغال ومن هو المخاطب وكيف يتم اشراك هذا المجتمع المدني وكيفاش
تبرمج العروض ومن يبرمج العروض، لأنه إمكانيات كبيرة ديال الجهة ترصد لهذه الشركة التنمية المحلية. ثم واش هناك استراتيجية حقيقية؟ كانت واحد المبادرات كبيرة ديال التفاوض ديال المجتمع المدني على مستوى الدار البيضاء للثقافة، وعدة تقارير ساهمت فيها كفنان، ساهمت فيها هيئات متعددة ديال المجتمع المدني وقادتها هيئة محترمة جديرة باحترام على المستوى الوطني والمحلي. هل يتم الإنصات لهذا الشيء؟ راه سهل، ما يحركني أنا شخصيا ماشي الرغبة ديالي لبرمجة عرض أو جوج، ما يحركني تكون سياسة ثقافية في ندير، تكون سياسة، وأنه هذا خص الإنسان يفهم أنه الطبلة كاينة هنا وغادي تمشي وغادي تجلس واحد آخر، وغدا ولدك خص تبقى تصون الطبلة باش يلقاها، ماشي تنوض ودي معاك الطبلة وجلس في الأرض، أحيانا حتى الأرض واش تلقاها باش تجلس فيها. هذا هو الذي يجب أن يحركنا في التدون الثقافي، لأنه كاين لاغريكولتور كاينه لا كولتور، اولا باللغه ديال واحد الاستاذ الله يرحمه، كاينه لا كولتور وكاينه لا كولتور، يعني تغذيه الروح وتغذيه العقل اساسيه لبناء المواطن. هذا الشان لا يجب ان ندمجه دائما مع حفلات الشاي، لانه ما تعرفوش الحلوه شحال ديال الحلوات كانت، ولا يجب ان ندمجه ديما مع متعهدي حفلوا في اخر لحظه في شي مناسبه معينه، وندير تكون استراتيجيه وكون عندها توجه. شحال عدد العروض المخصصه للاطفال؟ كاين عدد هائل من الاسر والاطفال اللي محتاج ان تتفرج. شحال عدد العروض المخصصه للكبار؟ الموسيقى ما كاينش المسرح، ما تنساوش المسرح، الموسيقى، الفن التشكيلي. الحوار معك السي ايوب شيخ، شكرا جزيلا على قبول الدعوه وتتبعي قناه الفاسبرس. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.